كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحب بكم في برنامجكم ليا الحياة قناة الطريق. النهاردة بنعمة المسيح وإرشاد الروح القدس هنتكلم كلام جميل من الكتاب المقدس عن المؤمن الحقيقي، أو أنت ابن لله ولا ابن لإبليس. بيقول الكتاب المقدس يا أحبائي، جاء لخصته في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد 11، جاء لخصته وخصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. وفي رسالة يوحنا بيقول لنا كلام جميل، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل ذلك لا يعرفنا العالم لأنه لم يعرفه ولم يدركه. النهاردة أحبائي الرب هيكلمنا عن أنت لمين. هل أنت للمسيح اللي تقابل معاك واداك خلاص واداك حياة أبدية؟ هل أنت للعالم وللجسد وللشهوات؟ وهنتكلم في أكتر من نقطة، تقريبا 4-5 نقط هنتكلم فيهم النهاردة، على أساس أنت في صف مين؟ أنت في صف الله ولا في صف إبليس؟ إذا أنت في صف الله هتاخد حاجة بركة كبيرة النهاردة، إذا أنت في صف إبليس أتمنى بنعمة الرب أن الرب يلمس قلبك ويخليك دايما في صفه وماسك بإيده. النهاردة معايا القسيس إيميل فايز، ربنا يباركه. النهاردة يوم هيبقى رائع، والرب هيكلمنا على لسانه وكلام فعلا احنا مش للوعظ، لكن احنا بنكلم للبنيان، لبنيان المؤمنين والقديسين. طيب احنا عندنا طلبات صلاة، عندي 3-4 عائلات عايزين صلاة، عندي أخت جسدها مهزوز شوية عايزة صلاة، طلبت مني صلاة. العائلات اللي طلبوا الصلاة في منهم هنا
وفي منهم من أورجن وفي منهم من مصر. فالنهاردة هنصلي للناس دي بالإيمان، كل واحد الله يسدد احتياجه روحيا وجسديا بحسب كرم الملك السماوي. فأنا والأسيس إميل هنصلي دلوقتي لطلبات الصلاة، مستنيين تليفوناتكم وطلبكم للصلاة. إحنا عندنا جروب حلو خالص، مجموعة رفعنا دلوقتي في صلاة وبيصلوا من امبارح من أجل القناة والبرنامج والعاملين في القناة، وبيصلوا من أجل المرضى والحزانة واللي عندهم احتياجات روحية وجسدية. فهصلي أنا والأسيس إيميل دلوقتي لكل احتياج النهاردة كلمونا عنه باسم يسوع. يا رب احنا بنستودع كل عيلة يا رب بين ايديك، يا رب بنحط كل نفس امام عرش نعمتك يا رب، وانت يا رب اللي قلت جعلت امامك باب مفتوح لا يستطيع انسان ان يغلق هذا الباب في وجهك، لانه انا فتحته مرة والى الابد إذ دخلت بدم نفسي إلى قدس الأقداس فوجدت فداء أبديا. أشكرك لأنك رئيس الكهنة العظيم اللي قادر أنك ترسي لضعفتنا قوة في هذه العشية، منتظرينك يا رب. ومكتوب انتظاري، انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. إحنا بنستناك يا ملك الملوك ورب الأرباب، بنستناك يا ملك القديسين إنك تفتح الأبواب المغلقة وتفرد يمينك على عبيدك وتشبع كل حي غنى من رضاك. يا رب غطينا بدمك في هذه الليلة، رش دمك علي وعلى عبدك وادينا وقت مفرح ومشبع عند قدميك يا رب، لأن أمامك يا رب يهرب كل حزن وكل تنهد. ارفع عبيدك وإلمس وإشفي وقدس ونقي، وإدينا حياة تشبع قلبك، إدينا نكون مهيئين أواني للمجد وللكرامة يا رب. بحط الأسيس يولانت بين إيديك يا رب، لمس جسده لمسة شافية من عندك. بحط كل البلاد العربية ومن ضمنها مصر يا رب، إنك تصنع سلام يا رئيس السلام، وتحل بروحك يا رب وتأيد الشرير في اسم المسيح الحي. أنا بستودع الجميع بين إيديك، بستودع هذه الفرصة أمامك يا ملك القديسين. قدس الكلام، قدس الأفكار، قدس القلوب اللي تستقبل. من أجل اسمك الغالي ليك كل الحمد يا سيدنا. آمين آمين. اتفضل يا حضرة القسيس. في بداية كلام حضرتك من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول وعدد 11، إن خصته جاء وخصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله. دي طبعا بمثابة مسؤولية الرب بيضعها على أولاده، على من يؤمن به للحياة الأبدية. وأشرت كمان لرسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر، وكل من عنده هذا الرجاء به أن يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي.
وتعلمون أن ذاك أزهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. ذاك هو عن الرب يسوع المسيح. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولم يعرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقذ أعمال إبليس. والإصحاح ده بالذات من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثالث مليان بالمعاني الروحية العميقة اللي مش صعبة، اللي بيها إحنا نقدر نعيش، اللي نقدر نعيش أولاد الله. يعني إيه أنا أكون ابن الله؟ دي نقطة مهمة جدا لازم إدراكي يوصل لها. الله نور السماء والأرض. أنا لما أؤمن بالمسيح يسوع ربنا اللي قال أنا هو نور العالم، واللي يؤمن بالمسيح اللي هو الطريق والحق والحياة بيقبل النور فيه. إنجيل يوحنا الإصحاح الأول بيقول كده، هو الذي ينير كل إنسان، الذي يؤمن بالمسيح ينير، هو الإنسان يستنير، يعني يعكس النور الإلهي. أنا لما أؤمن بالله، الله نور، وأنا بقبل المسيح في حياتي، وهو المسيح قال أنا نور العالم، وقال كمان أنتم نور العالم بإيماننا بالمسيح. دي نقطة مهمة جدا. أنا لما أؤمن بالمسيح وأتحد بالمسيح، أتحد بالنور الإلهي، أنا بصير نور للعالم زي المسيح بالظبط. لأن الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، الله نور، واللي خارج منه شعاع النور، كلمة الله المتجسدة يسوع المسيح، هو النور الحقيقي الذي كان في حضن الآب. هو خبر. يعني ايه خبر؟ يعني هو اللي بلغ، هو اللي وصل، هو اللي عرفنا الطريق. احنا لما بنؤمن بكلام الرب يسوع المسيح وبنعيش في النور، بنبدد كل ما هو للظلمة، زي ما بالظبط الرسالة إلى إنجيل رسالة يوحنا بيقول كده، هو وكل من عنده هذا الرجاء به أن يطهر نفسه كما هو طاهر. وهنا نقطة مهمة جدا، كل مرة يمسنا بالرب يسوع المسيح يقول كده، هو العالم لم يعرفنا لأنه لم يعرفه، ويقول كمان إذا أظهر لم نعلم بعد ماذا سنكون، ولكن نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به أن يطهر نفسه كما هو طاهر. المسيح له المجد. إذن هنا الرسالة بتوصلنا المستوى ان احنا نكون زي المسيح بالظبط. يعني طيب يا قسيس، يعني انا دلوقتي اتقابلت مع المسيح، لكن ما بقدرش بسبب الجسد ان اعمل اعمال المسيح مية مية، انا مش قادرة اعملها. يعني انا بس نفسي اللي جوايا واللي جوا الأسيس واللي جوا المؤمنين يوصل بالروح للنفوس. وإذا أنا لما بخضع نفسي أمام كلمة الله، كلمة الله مكتوب عنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف يا أحبائي ذو حدين،
فإذا أنا اتقابلت مع المسيح في يوم من الأيام واداني حياة، ها، بسعى نحو الغرض. إيه هو الغرض؟ إن أنا أكون في المسيح. طب ولو أنا في المسيح إيه اللي هيحصل؟ لو أنا في المسيح زي ما قال أسيس إيميل، النور اللي دخل جوايا من المسيح وقال لي أنتم نور العالم. طيب إن كان النور اللي فيا أنا كمؤمنة ظلام، كم الظلام يكون؟ لكن ينبغي أن أكون زي أبويا وزي إلهي وزي سيدي اللي اتقابل معايا مقابلة شخصية واداني حياة أبدية واداني نور يخش جوايا. يبقى أنا ما عنديش عذر، لأن أنا مستلمة النور من المسيح له المجد. أنا علي بس بخضع نفسي كمؤمنة قدامه لأمتلي بالنور. طب أنا مش قادرة أعمل كده، لا، أنا لازم أكون حاطة نفسي تحت الفحص الإلهي بالروح القدس وأقول له هل أنت فعلا يا رب اتقابلت معايا ولا لا. ما بقاش مؤمنة وأعمل حاجات لا تمجد الله، زي مثلا في قاعدة الناس بتضحك وبتكركر على نكت بايخة ونكت أبيحة ونكت ملاش لازمة، وأنا مع الطيار بضحك معرفش أفرمل هذه القعدة. كتاب بيقول طوبى للرجل الذي لم يجلس في مجالس المستهزئين وفي طريق الخطاة لم يسلك. فأنا كمؤمنة واخدة نور جوايا، يعني أنا بتكلم دلوقتي عن نور، لسه هنتكلم عن الحق ولسه هنتكلم عن الطريق ولسه هنتكلم عن المسيح اللي بيدي الحياة لأن هو الحياة. فالنور اللي جوايا ده وفي قعدة أو في نرفزة أقول ده أنا هعمل في فلان وهعمل فيه كذا وكذا وهديله بكذا، كلام بتاع العالم مش العالم كمان. ده في ناس في العالم بتبقى مؤدبة، في ناس في العالم بتبقى عندها اتيكيت في الكلام، لكن أحيانا لينا صورة التقوى لكن من قرين قوتها. الكلمة ليها قوة يا أحبائي، ليها سلطان من الله. لما بتسكن كلمة المسيح بغنى، لساني يتكلم كلامه، عيني تشوف زي ما هو بيشوف، أفكاري تفكر يقول يكون فيكم فكر المسيح، وداني تسمع صوته، رجلي تشوف هو بيحط رجلي فين وبتتحط، إيدي تعمل أعماله، أحشائي تتحرك بالروح القدس. الرب يساعدنا أحبائي ما نبقاش زي بتوع العالم. لو الناس شافتنا، ده المسيح له المجد وهو في أيام جسده قال للتلاميذ ماذا يقول الناس عني؟ إن كان النور اللي فيا أنا ضلمة، الضلمة إزاي هتكون؟ فخلينا يا أحبائي كبار صغيرين، كبار في السن صغيرين في السن، تقابلنا مع المسيح نحط نفسنا تحت إرشاد الروح القدس. هل الكلمة دي هتبني أخويا؟ هل الكلمة دي هتفيد أخويا؟ هل الكلمة دي هتفيد الجسد؟ إيه هي الكنيسة يا أحبائي؟ الكنيسة هي جسد المسيح، عينيه وإيديه ورجليه وأحشائه وقلبه وكيانه وهو الرأس. عمرك شفت عين قالت لعين تعالى افقع عينك؟ عمرك شفت إيد قالت لوش من الجسد تعالى التشك بالقلم على وشك؟ مش ممكن. خلينا نكون ولاد الله. يقول الكتاب أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظهروا. أنت منين؟ أنت بتاع مين؟ أنا بتاعت مين؟ فالأعمال، يعني أنا بحب بولس الرسول قوي، هو بيقول إيه بعد ما سلم حياة المسيح؟ جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان
واخيرا وضع عليه اكليل البر. يعني في جهات حسن وفي جهات حبه فوق وحبه تحت. انت منين؟ انت من ضمن مين؟ انت بتاع مين؟ بتاع حبه فوق وحبه تحت؟ ولا بتاع المسيح اللي ريحه المسيح في كل مكان تبقى تفيح منك ريحه زكيه؟ امين يا قسيس، اتفضل حبيبي. امين. معلش. رب مليان بيديكي نعمه كده وقوه دايما كده. في تعليمنا النهارده ان الايه اللي بتقول كل من يثبت فيه لا يخطئ، وكل من يخطئ لم يعرفه ولم يبصره ولم يعرفه. وهنا اللي بيشير الى الثبات في تعاليم المسيح، الثبات في المسيح زي ما الرسول بولس بيعلمنا، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. لما اكون ثابت في الرب مش ممكن ابدا اتنازل عن محبتي الحقيقيه لالهي. مهم قوي، طالما انا اخترت ان اكون مؤمن حقيقي ما ينفعش اني زي ما بتقول ماما اطلع حبه فوق وحبه تحت، او امسك العصايه من النص ابقى دبلوماسي، يعني ابقى انا ماسكها من الحته الغلط. مع الاسف انا لازم اكون مدقق في كل طرقي. وهنا بيقول كل من يفعل خطيه يفعل التعدي ايضا، والخطيه هي التعدي. وهنا برضو نقطه مهمه جدا، علشان في بعض الناس ما تقعش ازاي، يقول ما هو في حد من غير خطيه، نحن كلنا خطايا. في نقطه خطيره. ايه النقطه الخطيره في الخطيه بالذات؟ الخطيه ان انا ما ارتكبش الخطيه عامدا متعمدا مع سبق الاصرار، يعني انا ما رتبش الخطيه، يعني ما اقولش مثلا يوم الاثنين الصبح، يوم الاثنين الجاي الساعه 10 لما يسالني انا كنت فين هقول له كذا بدل ما اقول له كذا. دي تبقى خطيه. ده مش خطا، مش سهوا، مش غصب عني، ده انا مرتب ان انا اغلط. كون ان هنا الكتاب بيعلمنا ان الخطيه اللي هي ذات التعدي، معلشان خاطر بس في مؤمنين كتير ما يقعوش، احنا بس عايزين ننور النور، ان الخطيه اللي ذات التعدي اللي انا برتب لها، اللي انا مستبيح فيها، اللي انا مستمر في عناد بيها. قلنا المرات اللي فاتت ازاي اتخلص من الخطيه، ونذكركم تاني يعني اللي ممكن يكون في بعض المشاهدين لسه بيسمعوها لاول مره، نقولها تاني، ازاي اخلص من الخطيه. الخلاص من الخطيه ليس معناها غفران الخطيه. في خلط ما بين ان الواحد يعترف ويتوب عن الخطيه، وواحد بس بعد ما يعترف ويتوب عن الخطيه يتخلص منها. ازاي اتخلص من الخطيه؟ النقطه دي مهمه جدا وخطيره. كون ان انا اتوب واعترف، لان ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وهو ايضا رب المجد يسوع المسيح يقدر يخلصنا من الخطيه. وقلنا ان الملاك ظهر للقديس العذراء مريم وقال لها ستلدين ابن ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطايا. يخلص هنا مش معناها يغفر الخطايا، لأن اوريدي الله كلي الغفران وبيغفر باستمرار عن الخطايا السالفة. لكن أنا لما أجيله بالخطية ذات التعدي، أو الخطية اللي أنا مستبيح فيها، اللي أنا متلذذ بيها، الخطيه اللي انا مستمر فيها، وباجي عند الرب وبقول له انا عندي الخطيه اهي، وتقول اسمها. ليه بتقول اسم الخطيه؟ علشان تفضح اعمال ابليس في حياتك، تفضح اعمال ابليس وتكشف تكشف الخطيه في النور،
وتقول له يا رب ادي خطيتي اهي انا بتوب عنها ومش عايز ارجع لها، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا محتاج تخلصني منها، اخلص منها. وقلنا كمان العلاج الحقيقي ان انا اتحرك لخلاصي، لخلاص نفسي من الخطيه الدائمه او الخطيه اللي موجوده. اقدر اتخلص منها ازاي؟ بالحمايه، احمي نفسي واقول ثلاث مرات لا. لما يجي الموقف اللي بيستدعيني للخطيه اقول لا 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 ثلاث مرات لا، علشان اقدر احمي نفسي وما تجاوبش مع روح الشر وروح الخطيه وروح العالم والشهوات واللذات. انا لازم اقف واقول لا 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 يا رب نجيني قويني. وهو الرب وحده اللي يقدر ينجي ويخلص ويغفر الى التمام. هو الرب، ليس بغيره الخلاص، محدش تاني يقدر يخلص بيه الا بيه. هو هو الوحيد الاله القدير اللي يقدر يخلصنا من خطايانا. نقطه مهمه، اتفضلي. يعني احنا اعزائي المشاهدين ساعات بنصنف الخطيه، يعني مثلا احنا عندنا كشعب عربي او يعني الشعب العربي بالذات، يعني يقول لك الخطايا ثلاثه، الزنا والقتل والسرقه، دول الثلاثه مصنفين عندنا. لكن احنا كمسيحيين مغسولين بدم المسيح، يقول كده فكر الحماقة خطية. ايه رأيك لما انا تبقى افكاري من جهة اخويا فيها حماقة؟ دي خطية. ظن السوء خطية. ايه رأيك ظن السوء خطية؟ يعني حد واقف مع حد، ده فلان واقف مع فلان، ده بيتكلموا عليا، واحدة قاعدة مع واحدة، ده بتتكلم عليا. شو عرفك ان بتتكلم عليك؟ شو عرفك ان بيتكلم عليك؟ الافكار، الافكار دي لازم نجيبها زي ما قال الكتاب المقدس مستأصلين، يعني امسك وقص. تقص ايه؟ الافكار. مستأصلين كل فكر لطاعة المسيح. الاقي نفسي هفكر مثلا في فلان ده تفكير شرير، لا، باسم يسوع المسيح ما يكونش الابليس سلطان عليا في افكاري ولا في كياني. ليه؟ انا لما بتملي بالفكر الشرير على اخواتي انا بتملي بالغيظ، بتملي بالغل، بتملي بالحقد. ده كله منين؟ هل ده من روح الله ولا من روح ابليس؟ يعني يا ريت يا احبائي نفحص نفوسنا امام مرآه الروح القدس، امام مراية الروح القدس. لما افحص قلبي، افحص نفسي، افحص كياني، وانا ماليش دعوه بغيري. حاضر، معانا تليفون. الو، هاي الاخ جوزيف. الو، لا، الاخت سميره معاك يا حبيبتي. الو، كان عندي بس طلب اتصال. حاضر يا حبيبتي، من اجل ايه؟ هو انا كنت لسه مكلمه الاخ جوزيف من شويه. ايوه ماشي. ايوه، عايزه بس يصلي لي من اجل في جيران جنبينا، يعني وكده عندهم سحر بيتجدد وكده. ماشي، ودي اول حاجه. كل شويه يعني بيقعوا في الارض ويصرخوا كده. ثلاث بنات لسه ما اتجوزوش ومرات اخوهم بس. دي حاجه. تاني حاجه كنت عايزه اطلب صلاه من عجل سيلفي وكده، بيكلم واحده غير مسيحيه. كنت عايزه ربنا ان هو يبعد عنه خالص. امين. بس، ومن اجل عيلتي بقى وعيال جوزي وكده. حاضر، اسمك ايه يا حبيبتي؟ نسمة. انت منين يا نسمة؟ بني سويف.
اهلا وسهلا بيك يا نسمة. انت اتقابلتي مع المسيح يا نسمة ولا لسه؟ وانا يعني علاقتي بربنا كويسة يعني، لكن يعني بصلي كده وبروح الكنيسة يعني. لكن في مقابلة شخصية نسمة مع المسيح. يعني انا الاخت سميرة قدامك اهو في التلفزيون، في يوم من الايام اتقابلت مع المسيح، خدت حياة جديدة منه واتغيرت حالتي وبقيت بتاعت المسيح. هل انت حصل في يوم من الايام قلت له يا رب استلم قلبي استلم حياتي ولا لا؟ انا كنت بحضر اجتماع في الكنيسة الانجيلية وكده، وقلت يا رب استلم حياتي وكده، وبس يعني بقى اتجوزت وكده، فحصلت فجوة شوية بيني وبين ربنا، بس يعني بصلي وكده. لا، المسيح يديكي قوة ويديكي نعمة وحاضر، هنصلي لك ونصلي لجيرانك ونصلي لسلفك. طب خلينا نصلي مع بعض دلوقتي، صلي لنا قسيس إيميل اتفضل. يا رب احنا بنشكرك لأنك إله صالح، بتعطينا يا رب النعمة، بتعطينا يا رب السلطان إن احنا بنيجي عندك ونصلي ونطلب يا رب. الكل يا رب محتاج والكل متألم يا رب، بنطلب يا رب زي ما بنتحد مع أختي اللي اتصلت وقالت إن في ناس تعبانة ومتألمة من إبليس، باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح بنفك كل إيد شريرة على كل نفس بني آدم، إن يخرج كل أرواح الشر من كل نفس باسم يسوع وبسلطان دم يسوع المسيح. نعم يا رب، ليس فينا قوة ولا بتقوانا، لكن يا رب بسلطان يسوع المسيح بننتهر كل روح شريرة في كل نفس. يا رب حرر رب النفوس، تصير أحرار أبرار في شخصك باسم يسوع المسيح. يا رب تقابل مع الجميع يا رب، غير أنت يا رب وشكل يا رب، تعال يا رب بقوة على حياة الجميع يا رب. الكل من يدعوك يا سيد يقبل وينتقل من نعمة لنعمة، من مجد لمجد باسم يسوع المسيح. ثقتنا فيك إله قدير، تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. مرة تاني بننتهر كل أرواح الشر اللي في كل نفس مسيطرة عليها باسم يسوع المسيح، تخرج الآن باسم يسوع المسيح. أمين. أشكرك لأنك أمين. إله قدير، لك المجد، كلي القدرة، أمين يا سيد، كلي العلم، أمين، كلي الحضور، ليك أمين. المجد، ليك أمين. المجد يا الله، أمين. شكرا ليك يا سيد، لك أمين. المجد يا رب، أمين. ربنا يغسلنا ويتوبنا من كل خطية ومن كل ضعف. ونفسي قوي وإحنا بنسمع التسبيحة الجميلة اللي هنخرج فيها فاصل تكون انت وانا خدنا قرار حاسم قدام الرب، قدام العالم، قدام ابليس، قدام الجسد. احنا بتوعك، احنا ليك، احنا مكتوب علينا قدسا للرب ومسيحه، عشان اقدر اقول له يا ابويا. استنونا، معنا تسبيحة جميلة وهنعد لكم مرة اخرى. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي ينسنا I'm
شق بحر يوسف وعداهم في الميه، عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البريه، واللي شق بحر يوسف وعداهم في الميه. يوسف لما كان في سجنه نشاد الخطر، يوسف لما كان في سجنه نشاد الخطر، والفتية عبروا في النهر ومعاهم عبر. وانا اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له يا ابويا، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له الهي واخويا وحبيبي، اقدر اقول له الهي واخويا وحبيبي. عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية، أرسل ابنه تصاب بدالي وسحق راس الحية. عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدية، أرسل ابنه تصاب بدالي وسحق راس الحية. شال عني عار الخطية وناموس العالم، شال عني عار الخطية ويصر لي في ضمان وشفاعة وأمل. وأنا أقدر أقول له يا أبويا، وأقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني وما زلنا مستنيين أي طلبة صلاة، أي حاجة تحبوها. إحنا معنا فريق جميل جدا بيصلي من أجل النفوس، وهو رفعنا في صلاة دلوقتي. فإن شاء الله بنعمة المسيح يعني هيكون الوقت الجاي وقت جميل، وإحنا بنتكلم هل أنت مؤمن ولا بتاع المسيح ولا بتاع إبليس. أتمنى من كل قلبي يكون أنا وإنتم وكل اللي بيشوفونا وبيسمعونا يكون مكتوب عليهم قدسا للرب ومسيحه، عشان تقدر تقول له يا بويا. مش هتقدر تقول له يا بويا وهو مش أبوك، مش هتقدر تقول له حبيبي وهو مش حبيبك. هو لو حبيبك انت هتضحي وهتدوس على العالم وهتدوس على الخطية وهتدوس على أعمال الجسد وتخش حضن المسيح وترتاح، لأننا بعيد عنه يا أحبائي ملناش راحة، بعيد عنه ألام وأحزان وضغط من العالم ومن الجسد ومن الشهوات، وكون مغلوب على طول واقع في الطين. لكن المسيح لما يبقى أبوك هياخد بإيدك وهيرفعك. الواحد ممكن يتزحلق وهو ماشي، بس يقول لا تشمت بي عدوتي، ان سقطت اقوم. ما اعملهاش مرميغة زي الخنزير والحمل. الخنزير يلاقي شوية طينة مهما يتنظف ويتكلين ويبقى زي الفل، يلاقي شوية طينة يتمرمغ فيهم. اما الحمل ما يحتملش. اذا انت ابن لله وانا بنت لله وانت بنت لله، ما تستحمليش الخطية. لن اطيع الاسم بعد، لن يكون الابن عبد. الابن عبد للالفاظ الشريرة، الابن عبد للكلام اللي ما يمجدش المسيح، الابن عبد في كل حتة بيقعدها ما يبقاش ابن لله. لكن امتى اكون ابن لله؟ لما يبقى كلامي بحكمة، كلامي بنعمة، كلامي بنور ليعطي نعمة للسامعين. يبقى الكلام في ملح مملح بالروح القدس، تبقى أنت إنسان مميز ابن لله، ويعرفوك من 100,000 واحد واقف. ليه الجارية قالت لبطرس أنت زيهم؟ ليه؟ كلامه، تصرفاته، ولو أنه ساعتها تصرف تصرفات مش حلوة، لكن المسيح اوريدي غفر لنا حتى اللي جاي. بس ما نستهنش بالخطية وغنى لطفه، إنما يقتادنا إلى التوبة.
تعالى توب وارجع. ليه؟ لتمحى خطاياك وياتي اوقات الفرج من عند الرب. ان ما كنتش تتوب، ان ما كنتش تتوب، وان ما كنتش انا اتوب عن كل ضعف وعن كل افكار وعن كل حاجات لا تمجد الله، محسوب عليا 100 خطيه مش خطيه، ومحسوب عليا انا بتاع ابليس، لان لساني ملك لابليس مش ملك لله. اللسان او الينبوع بيقول كده في يعقوب، مفيش بير تطلع ميه حادقه ومره حلوه، مفيش لسان يخرج الشتايم، ومفيش لسان يخرج البركات. يا اما انا بتاع عالم وبتاع ابليس، يا اما انا بتاع المسيح. طب لما اكون بتاع المسيح يبقى احب واغفر واقتدع واعيش الامانه قوي والقداسه قوي، وبدون القداسه لن يرى احد الرب، واعيش امين واعيش محب واعيش كل بركه مش كل شر في كل مكان اوجد فيه. الشر اللي بيطلع من افواهنا، ربنا يساعدنا عشان يكون النور بتاع المسيح جوانا نور فيخرج نور، يكون صلاح فيخرج صلاح، لان المسيح له المجد، هو الطريق والحق والحياه. هل جوايا الطريق؟ اه. هل جوايا الحياه؟ اه. الحياه دي اللي جوايا تبتلع كل موت من نفسي ومن افكاري ومن جسدي، لان الكلام الشرير هو موت، لكن الكلام المحيي يحيي النفوس ويدي النفوس نعمه، ويدي نعمه للسامعين اللي بيسمعوني واللي بيسمعوكي واللي بيسمعوك. انت بتاع مين؟ اتفضل حضره القسيس. بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ايضا. من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. نقطه مهمه جدا اللي بتبين الانسان ده ابن الله ولا ابن ابليس. معنى ابن الله ولا ابن ابليس يعني ثابت في الله ولا ثابت في الشر. يقول كده هو، وكذا من لا يحب اخاه. اخوه يعني، اخوه يعني الجسدي ولا اخوه في الكنيسه ولا اخوه فين يعني، اخوه ده مين يعني، ولا اخوه اللي جنبه ولا اخوه جاره. هي دي النقطة اللي عايزين نوضحها النهاردة برضو، مهمة جدا، ان ازاي انا احب اخواتي، احب اللي حواليا. الرب يسوع له كل المجد قال كده هو، تحب قريبك كنفسك، تحب الله، تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك، وقريبك كنفسك. ويجي واحد يسأله مين هو قريبي، ويضرب له مثل، يقول له كده هو، ان كان في انسان يهودي نازل من اورشليم لأريحا، وطلعوا عليه لصوص ضربوه جرحوه رموه بين حي وميت وسابوه. وعد عليه كاهن، بص لقاه مرمي في الارض، مشي وسابه. عد عليه لاوي برضو، عد عليه سامري. واحنا كلنا عارفين ان السامريون لا يكلمون او لا يتحدثون مع، ما فيش معامله بين السامريون واليهود. لكن السامري ده رغم ان ما فيش معامله ما بين السامريين واليهود، لكن اخذ اليهودي دوت وقعد يضمم جراحه وصب عليه زيت وخمر وركبه على حمارته، الزيت اللي هو يدعك الكدمات والخمر كسبرت يا مطهر للجروح، وحطه على الدبه بتاعته ووصله لفندق، وراح للفندق واداله كمان دينارين وقال له اعتني بهذا الرجل، ولو عوزت حاجه في عودتي انا ادفع لك. يعني لو انا هسال سؤال، لو جه الراجل السامري ده وطبطب عليه مثلا، مش برضه عمل حاجه كويسه؟ اه طبعا. لو ضمت جراحه بخمر وزيت وسابه، ما برضه عمل حاجه كويسه؟ لا، ده الرب عايز يوصل بينا لابعد مستوى ممكن نقدر نعمله.
ده دفع الدينارين. الدينار ده كان أجر عامل في يوم. أجر عامل في يوم. تخيل أجر عامل في يوم عندك بكام، أو أنت بتشتغل بكام في اليوم. أهو ده الأجر يومين دينارين، وراح اداهم للفندق واللي اعتنوا بهذا الرجل. ما يعرفوش، يعرفوا منين؟ ده بل بالعكس في عداوة معاه. لكن الرب هنا بيعلمنا مدى المحبة. يعني إيه أولاد الله؟ يعني إيه نور العالم؟ هي دي المسؤولية اللي الرب عايز يضعها علينا. إزاي إحنا نقدر نحب ببذل، نحب بعطاء، نحب بتضحية، نحب بجد، لا باللسان ولا بالكلام بل بالعمل والحق. ده اللي بيخلينا نكون مختلفين، أولاد الله ظاهرين وأولاد إبليس أيضا. ده اللي بيخلينا نقدر نتجاوب، نقول ده ابن لله، ابن لله لأنه بيعرف يحب الإخوة. نحن نعلم عدد 14 من رسالة يوحنا الإصحاح الثالث، يوحنا الأولى 3:14، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. نحب الإخوة. الإخوة يعني في واحد يقول لك لأننا نحب الإخوة البلاميس، وإحنا برضو نحب الإخوة البلاميس، بس هي الفكرة إن نحب الإخوة اللي حوالينا، إخواتنا في الطبيعة، إخواتنا في الخليقة، إخواتنا، جيراننا، نحب بجد زي ما الرب عايزنا نحب، لأن دي أسمى علاقة هو الحب. المشكلة ان من بدء الخليقة من قابيل وهابيل، قابيل قايين أب قتل هابيل بسبب أعماله الشريرة، لأنه بيكره أخوه هابيل. قايين بيكره أخوه هابيل، ودايما بيبقى اتزرع في جوه الانسان العدو اللدود بتاع كل انسان هو الانسان اللي جنبه. ازاي دي؟ وصارت ما بين القبائل وبعضها، ما بين البلاد وبعضها، والشعوب وبعضها، الامم وبعضها، لدرجه ان في بلاد بتبقى تلت الدخل القومي بتاعها طالع للحرب وللقوات المسلحة. ده أمر خطير. ليه؟ لأن مفيش طعم للحب، مفيش أقبل، مفيش أضحي، مفيش حب حقيقي. نجد أن البلاد الأوروبية شال الحدود من بعضها، تمشي كده تلاقي نفسك في البلد دي وفي البلد دي، بقى اتحاد أوروبي، وعملوا فينا العملة ان احنا بقينا ممزقين، وكل واحد قاسم ويقول لك ده حقي، ده نصيبي، ده وبقوة. مفيش محبة. ودي اسمى معاني اللي زرعها الله بداخلنا، الحب يا جماعة. مفيش حب يبقى احنا اولاد الشرير، اولاد ابليس. يطلع شيخ ويصرخ ويقول يا جماعة المسيحية دي ديانة ضالة ولا ديانة فاسدة، لأنه ما يعرفش يعني حب. ديانة فاسدة علشان خاطر بنتعلم فيها ان احنا نحب بعض. دي نقطة خطيرة يا جماعة. أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس أيضا. انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب. اللي ما عندوش حب ما يعرفش يعيش، ملهوش حياة ولا حياة أبدية. دي نقطة خطيرة. يعني اللي مش عايش في الحب مش عايش في الحياة. صحيح. يعني اللي عايش في البغضة عايش مع إبليس وفي حضن إبليس. ما يبقاش اخوك ولا اختك جنبك وانت كارهه.
كرهه ليه؟ لا بينك وبينه طين ولا فدادين ولا رهلات ولا اي حاجة، انت كرهه ليه؟ انت بتبغض الاخر ليه؟ فين الحب اللي قالك عليه الدستور؟ انا كنت بتكلم مع حد من كام يوم بقول له احنا المؤمنين يا احبائي، احنا المؤمنين ده حدودنا، كتاب المقدس الدستور، الحدود، حدودي وحدود المؤمن، حدودي وحدود القسيس، حدودي وحدود الخادم، حدودي وحدود الاخ المتقدم في السن. حدود، في حدود هنا ما خرجش عنها. احنا نور، احنا كمؤمنين ملح، احنا فينا يسوع المسيح الغالب المنتصر. ازاي نبقى ولود ملك الملوك ونلعب مع ابليس؟ ازاي؟ حاجة يعني فوق العقل. ازاي ابقى انا بنت المسيح والعب مع ابليس؟ ده ضربني، ده زقني، ده كلمت عليا، ده اتكلم عليا، ده قال لي طب اغفر يا عم. لا ده لا 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 اخر، ما عارفش الكلام ده. امال تعرف ايه؟ تعرف ايه وانا اعرف ايه؟ لازم يبقى عندي غفران، عندي محبه، عندي اتضاع، عندي صلاح. لو يسوع المسيح ساكن فيا، لو انا حقيقي خدت المسيح الصالح مخلص لحياتي، لما انا خدته ايه اللي جوايا هيطلع؟ مين اللي طالع دون على اللي حواليا؟ لو انا مؤمنه وبتاعت المسيح صحيح، يبقى اللي طالع مني كلام النعمة، كلام الشفاء، كلام القداسة، طبطب على اخواتي، احب اخواتي، ابوس اخواتي، احضن اخواتي، امسح دموع اخواتي، اشفي جروح اخواتي، مش ادوس على اخواتي واموت اخواتي وادوس عليهم زي ما تيجي في عينه في مصاري، مكان ما تيجي منفعش. عشان كده المسيح له المجد قال لهم توبوا وارجعوا. ليه؟ لتمحى خطاياكم وياتي اوقات الفرج من وجه الرب. وكان بيكلم ناس ايه؟ فريسيين بتوع الانجيل. لكن الحب اللي كان بيتكلم عنه القسيس ايميل، لو الحب في قلبي هو المسيح الحب. هو مسيح الحب. لو هو المسيح في قلبي صحيح، هو اللي هيخرج بالحب على الاخرين. لو نور في قلبي هيخرج النور، لو قداسة في قلبي هتخرج القداسة، لكن لو الشر في قلبي هيخرج الأفكار الشريرة، واضرب فلان واضربه بكذا واعمله بكذا واديله بكذا واروح بكذا واعمل بكذا. كل ده من أعمال إبليس. حط نفسك وأنا حط نفسي تحت سلطان الروح القدس. قل له ساعدني، خد بإيدي، ليا ضعفات، مين يكرم اسمه في حياتي الا انت. امين. اتفضل يا قسيس معلش. نقطه اخيره علشان خاطر نختم. بيقول كده هوت، يعني ايه بقى محبه؟ انت معاك 3 دقائق يا قسيس. نترجم يعني ايه حب بقى. حاجه مهمه جدا، الترجمه الحقيقيه للحب، ان يقول كده هوت، واما ان كان احد له معيشه العالم ونظر اخوه محتاجا واغلق اعشاؤه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ نقطة عملية بيوضحها لنا كلمة الله. دلوقتي انت ليك معيشة العالم، يعني عارف تعيش، ولقيت واحد جنبك مش عارف يعيش، وانت اغلقت اعشاءك. يعني اغلقت اعشاءك؟ قفلت الاحشاء اللي جواك، يعني مش عايز تعطي، مش عايز تتنازل. بتشوف الاول ده يستحق ولا ما يستحقش. بتغلق اعشاءك. في لحظه انك بتغلق اعشاءك انت بتكون من الشرير. ويعلمنا كلمه الله، بيقول كده هوت، بهذا يا أولادي لا نحب لا بالكلام
ولا باللسان بل بالعمل والحق. ما ينفعش ابدا اقول لك انا بحبك، انت غالي عليا، وانا مش عايز اتنازل باي منازله او اي تضحيه او اي حركه ايجابيه تظهر محبتي للاخر. دي نقطه خطيره جدا. لا نحب لا بالكلام ولا باللسان، نحب ازاي؟ بالعمل والحق. ده اللي يثبت لينا قد ايه انا بحب اللي قدامي. ان كلمة اخيرة للاخوات، كلمة اخيرة، اني اقدر اقبل كل اخ ليا. غلط ابلع اغفر، ما انا بغلط، هو في حد ما بيغلطش؟ هو في حد بار خلاص ملاك من السماء نزل؟ كلنا بنغلط وكلنا محتاجين الغفران ورحمة الرب اللي تدوم في حياتنا اللي هي جديدة كل صباح. أنا كمان أقدر أغفر، غلط فيا أسامحه، عمل أي إساءة أمتلي بالحب. لو ما عنديش حب أطلب من الله يا رب أسكب علي محبة بالروح القدس. أمين أمين أمين. أعزائي المشاهدين، يعني الموضوع مش وعظ، لأن الوعظ ملو الكنايس، والوعظ ملو الميديا والتلفزيون وكل حاجة، وتدوس كده على تليفونك تسمع 100 وعظة. لكن الموضوع موضوع حياة. المسيح له المجد مكتوب عنه أنا هو الطريق والحق والحياة. إذا المسيح فيك يبقى أنت في الحق وفي الحياة وفي الطريق المستقيم. فهنا أحبائي لازم نراجع حساباتنا قدام الرب، وفي محضر المسيح أقعد وراجع حساباته. وزي ما قال الأسيس إميل، هو حد فينا كامل إلا المسيح؟ المسيح وحده اللي كامل. فالرب يدينا كمال، يدينا نعمة، يدينا حكمة، حتى لو عندنا بعض الحاجات اللي الرب كلمنا فيها، احنا نقعد في محضر الرب ونركع قدامه ونتوب عن كل موقف، ونحضر الخطية باسمها ونتوب عنها ونتغسل منها، وما أمشي من عرش النعمة إلا وأنا مغسول من كل خطية ومن كل ضعف. وإذا لي أخ أو أخت أنا متضايق منهم، أنا زعلان معاهم، لا، مفيش مانع إن أنا استلم غفران من المسيح واتملي بالحب في محضر المسيح، واروح على اخويا سامحني سامحيني، والرب يقدر يشفينا كلنا، يمسح دموعنا ويشفي جروحنا، ويدينا المسيح نعمه وغلبه. هل انت ابن للعالم وللشر وللخطيه، ولا ابن للمسيح؟ اتمنى ان نكون كلنا اولاد للمسيح، مكتوب علينا قدسا للرب ومسيحه. سعدنا بكم جدا، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. الرب معكم، إلى اللقاء، بنحبكم، يسوع معك. في كتير طرق وسط الحياه.